من جهته أكد لواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية أن التفجير الذي استهدف موكب الحكومة شمال القطاع لن يثني السلطة الفلسطينية عن الاستمرار في طريق المصالحة والوحدة. وقال فرج قبيل مغادرته غزين الموجودين على الأرض يتحملون المسؤولية، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة. أعلنت هيئة الأركان الروسية عن اتفاق لإخراج 1000 شخص من الغوطة الشرقية بينهم مسلحون. من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 6 مدنيين في قصف النظام السوري وروسيا على سقبة وكفر بطنة وجسرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من عواقب وخيمة إذا نفذت ضربة أمريكية على القوات الحكومية السورية، وأضاف أن روسيا لن تسمح للمسلحين في الغوطة الشرقية بالتقاط أنفاسهم، واعتبر أن موسكو لا ترى حاليا فائدة في توسيع مناطق خفض التصعيد في سوريا. قال ياسر دلوان رئيس المكتب السياسي لفصيل جيش الإسلام إنه تم الاتفاق على إخراج الحالات المرضية ومرافقيهم للعلاج في دمشق وضمان سلامتهم وإرجاعهم إلى الغوطة بعد انتهاء العلاج. قالت مصادر الجزيرة إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات جراء انفجار استهدف مطعما لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في حي الدرين في مديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن جنوبي اليمن. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إعادة افتتاح مطاري أربيل وسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان وبعد إعادة المطارين إلى حكم السلطة الاتحادية. وأضاف البيان الحكومي أنه تم استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية.